فضل العباس تقول إلهي اللهم احكم بيني وبين من قطع هذه الأكف. شو لسان حال الزهرة يوم القيامة؟ لسان الحال للزهرة جنات ذول سمعوني أنم الحسن وحسين ولدي وقرة عيوني كرام الوقفة معباس معباس سموني مواقف أم العباس هواي هذه التي صنعت قبورا أربعة في البقيع كتبت على القبور عباس عبد الله جعفر عون وصنعت قبرا آخر كتبت عليه هذا قبر نور عيني وثمرة فؤادي وبهجة قلبي حسين. تقعد يم القبر اللي كاتب عليه اسم الحسين تنعي أهل المدينة يسمعون نواعي يمه يمه الولد 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 يمه الولد للعزاء تنراد والناس كلها تحب الأولاد وعندك أربعة أربع شهداء بالطف يما يا الولد للعازات ينراد والناس كلها تحب الأولاد وانا العين اكردتهم يا ابو السجاد بس كون سالم للوطن راد. قلت يما انا قلت بل جنت رسالي من الاوطان واقولا بيك جرح الاربعة لو انا ادري بحليبي الوفا جان بعد ربيت لك يا حسين. اهل المدينة ليش ما قاعدين ينقبور اولادك الاربعة؟ تقول لأن صاحب هذا القبر ما عنده أم تنعره لأن صاحب هذا القبر أم ما موجودة تنعلي أنا أنعاه بدلا من أمي الزهرة. صار بقلبه من دخل بشر بن حلم ورفع هذا النداء يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. اجتمعوا أهل المدينة ما الخبر بشر؟ قال الجواب عند قبر رسول الله. اجتمعوا عند قبر النبي كم البشر؟ قتل الحسين فأدمعي مدراره الجسم منه بكربلاء على الثرى والرأس منه على القناة يدار. يقول أقبلت المرأة محنية الظهر على متن يا طفل لأبي الفضل أنا أقول قتل الحسين يدي اللي خبرني عن نور عيني حسين. سبحان الله مذهولة هاي لاقيلها الحسين مقتول مباشرة تموت خلي أخفف عنها. عظم الله لك الأجر بجعفر قالت ما سألتك عن خبرني عن نور عيني حسين. عظم الله لك الأجر بعبد الله ما سألتك عنه خبرني عن نور عيني حسين. يا لو راح نور عبد الله يا لو راح نور عبد الله وجعفر جا زماني بعد لشخل والله حسين والله حسين عند من الأولاد الله. يقول وصلت لأبو فاضل السويت بقلبها بشر قلت لها عظم الله لك الأجر بعباس السويت بقلبها. يقول ما وعد لها حتى لمتنها وسقط الطفل إلى الأرض كافي قطعتني يا ذا قلبي خبرني عن نور عيني حسين. قلت لها عظم الله لك الأجر بحسين. يقول انهارت قواه وقعت على التراب تلطم الصيح وولدها وحسينا أنا تمنيت عند أولاد أولاد سبعين يرحون كلهم في دول حسين. سئلت أين مولاتي زينب؟ زينب خلت علوية على الباب لا تخلين وحدة تطب علينا إلا الفاجدة إلا الضايقة اللوعة. علوية قعدت على الباب إجت أم البنين تدخل العلوية ما عرفتها ما
دواسي زينب ممنوع، رجعي ليش ارجع؟ يا دواسي مولاتي زينب ممنوع الا شرط. زينب تقول بس الفاجله تدخل، ما تدري ام البنين فاقده اربعه، ما مهتمه للاربعه، تنعي الحسين بس الفاجده تطب. انت فاجده يا ولا؟ هذا السؤال سبب قلب ام البنين هضمها، انهضمت ووقفت على الباب وصاحت تقول لي سمعت زينب هذه ام البنين هذه امنا. قامت زينب فتحت الباب، ام البنين من شافت زينب ما عرفتها، جزتها اتعدتها، اتعدت ام عباس من زينب ترى تنشد النسوان يا هي المره، يعني زينب اكثر متغير. قالت راح اوقف بدار الحسين اصيح وحسينا، والتجاوبني هي زينب وقفت بالدار وصاحت وولدا وحسينا. واذا بالمرأة جزتها وما عرفت تجاوبها واخارة وعباسة. اجت ام البنين صاحت يمه زينب اللي مو شابت انا ام البنين وهم فاجده ومو واحد فيهم عباس واخوان الميامين، وجيت الدواسي جن بالحسين يمه قلبي فرح، وجيت لي جن وحسبالي ويا جن ولي جن